السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن فوائد الثوم قبل النوم، فوائد تناول الثوم قبل النوم. لتناول الثوم قبل النوم سر خطير، حيث أن له فوائد عديدة. الثوم يتحكم في خفض نسبة الكوليسترول الدم الخطيرة، فيحمي القلب والشرايين. تناول الثوم يساعد الجسم على في التخلص من الدهون الضارة، كما أن الثوم ينظم سكر الدم خاصة مرضى السكر من النوع الثاني. ويستخدم الثوم في تنظيم ضغط الدم المرتفع وعلاج انخفاض تدفقه. ويعتبر الثوم مطهر طبيعي للميكروبات والبكتيريا. الثوم يعالج مشاكل الاكتئاب والتوتر والقلق، ويحسن الثوم من أداء وظيفة المعدة، ويقوي العجز الجنسي لدى الرجل، ويعالج مشكلة سرعات القذف، كما أنه يساعد في التخلص من البرد والإنفلونزا، ويقوي كذلك جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين سي. كما أن الثوم يحسن من أداء وظيفة الكبد والمثانة. وتناول الثوم ينظم الدورة الدموية في الجسم. استخدام الثوم يقلل من مشكلة تساقط الشعر والتخلص من قشرة الشعر والحكة المصاحبة له. كما أن استخدام الثوم يعالج مرض الثعلبة، ويعالج الثوم أمراض تضخم البروستات عند الرجال، ويقلل تناوله من فرص الإصابة بعدة أنواع من أمراض السرطان كسرطان الثدي والمعدة والقولون والرئة. وتناول الثوم يقضي على أمراض الشيخوخة والزهايمر. كما أن الثوم يعالج اضطرابات الدورة الشهرية عند النساء. ويستخدم الثوم في علاج مرضى النقرس، ويعالج الثوم الأوجاع والآلام الموجودة بالصدر. كما أنه يقلل الثوم من نسبة تركيز مادة الرصاص في الدم، ويقضي على خلايا الورم النخاعي. ويقوم الثوم بطرد الديدان وتطهير الأمعاء. كما أن الثوم يقوم بتفتيت الحصوات. وتناول الثوم يعمل على تقوية الذاكرة، ويعتبر منشط عام للجسم. ويستخدم الثوم لتقوية اللثة والحفاظ على صحة الأسنان. إذا كانت هذه بعض فوائد الثوم. إذا أعجبكم الفيديو ضغطوا زر الإعجاب واشتركوا في القناة، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.